لا او او اداري في النادي. انا على المستوى الشخصي بشكرهم طبعا، وهم عارفين انا قد ايه بحبهم وبحترمهم، وبشكرهم على الكلام الجميل ده. ومن الحاجات الواحد بيعتز بيها ان انت لما تكون لعيب وبيبقى حد فاكر لك دايما الحاجه الحمد لله كويسه يعني، فدي بتفرق معاك كتير جدا كتير على المستوى الشخصي. طبعا يعني شريف اتكلم في جزئيه يمكن من بدري، يعني شريف كان معانا شريف عبد الفضيل في النادي في في الإسماعيلي الاسماعيلي في البدايات، وكان برضه انا كنت شويه متداخل في موضوع انه يجي النادي الاهلي، وكنت على اتصال بيه لان ده كان اول موسم ليا اللي هو موسم 2009 2010، وكنت انا اللي على اتصال بشريف في الوقت اللي كان فيه اهلي زمالك زمالك اهلي. لا، وكان من الاسباب الحمد لله اللي غيرت المسار. المسار من نادي الزمالك نادي الاهلي. ايه اللي حصل في قصة شريف تحديدا؟ يعني هو كان دايما، انا عارف ان هو كان بياخد رأيك في كان حاجات الكابتن تامر النحاس هو وكيله، وكان اخوه شويه برضو متداخل في الموضوع، اخو وكان شريف وكان ممكن العرض الـ الاقوى كان لنادي الزمالك، لكن اللي فرق في الموضوع هي رغبه شريف عبد الفضيل نفسه. ان هو عايز يجي النادي الاهلي. كنا معسكرين في المانيا، وطلب مني الكابتن حسام البدري في اول بدايته كمدير فني مع النادي الاهلي موسم 2009 2010، علاقتك ايه بشريف؟ قلت له طبعا ده انا شريف يعني مربيه في النادي الاسماعيلي، فانا علاقتي بيه كويسه جدا. طيب ممكن تعمل اتصال معاه؟ قلت له طبعا هحاول. في الوقت ده كان شريف قافل كل تليفوناته، لكن انا عرفت اوصل له واتكلمت معاه في كل الامور. طبعا انا اي نعم يعني دفعت فاتوره بس مش مشكله يعني، ما حاسبنيش عليها بس يلا. وكان ليه طلب غريب برضه، ايه عايز رقم أربعة. شريف ملوش حد، وكان في التوقيت ده مين اللي بس مش غريب. كان لابس، لا كان في حد كنت لابس رقم أربعة، كان حد هناك لابس مش انا، ما انا خلاص انا كان حد لابس رقم أربعة يا كابتن عشان خاطري. قلت له بس يعني اصبر، طب اشيل؟ لا مش عايز مش اصبر على معاه. طول يعني. لو فعلا لما خد تقريبا عرفت ان جيب له رقم أربعة، فمش فاكر مش فاكر بالظبط كان مين اللي لبس رقم أربعة، بس وكان هو جه لعب. الزمالك هو العرض الاقوى، الاقوى ماديا وراح يعني. قعد واخوه في التوقيت ده راح قعد، وكابتن تامر النحاس راح قعد مع الناس، والموضوع كان شبه يعني خلصان للزمالك. خلصان. هو في التوقيت ده كان في منتخب مصر، والاتصال ما كانش هو في النادي الاسماعيلي، كان في توقيت معسكرات منتخب مصر في التوقيت ده. لكن رغبته في الاخر ان رغبته حسمت حسمت اللي الامور انت بشكل ساعدت ان هو يكون متواجد يعني شويه، بعض اللي انت عارف اللي هي الاسئله طبعا. والكذا، وانا يعني عايز اجي العب ويكون ليا دور وحياه كلها ايجابيه يعني. فانا طمنت يعني اولا انت بادائك وبرجولتك النادي الاهلي كده. يعني هتقدر ان انت تشتغل. واظن ان اول ما بدا في النادي كان بدا بدايه قويه جدا، والاصابه هي اللي اثرت عليه بشكل كبير يعني. ودلوقتي هو بسم الله ما شاء الله بدا في مجال التدريب، هو عبد الله لسه الاثنين وقينه، شريف وعبد الله وقينه النهارده موجودين كل واحد في فرقة. في فرقه. اتمنى لهم ان شاء الله التوفيق باذن الله في المجال اللي اختاروه، يبقى عارفين برضه ان هو هي حاجه يعني زي اللعب، محتاجه منك برضه تركيز، ومحتاجه منك حماس، ومحتاجه منك رغبه عشان تبقى مدرب كويس يعني ان شاء الله. وقفنا عند